يا ما مروا القياديين في الدفاع التونسي بدرة والشعايدي وغيره متابعوا هذا الهجوم للمنتخب التونسي. كرة أولى ليوسف، يوسف يمر، يوسف يستاهل جول 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 جول. يوسف المساكني يسكن الشباك النيجيرية ويعطي أجمل أجمل حية للكتيبة التونسية. هذا هذا هو سامي الترابلسي لما تفكر وحده. يوسف المساكني هو الساكن الوحيد في الشباك المنافسة. يوسف المساكني يسكن شباك النيجر ويعطي أجمل أسبقية. هذه الكرة في الانطلاق، كرة يستلمها يا سلام، شوف أحلى أقدام، شوف المراوغة الأولى والثانية والكرة في شباك الحارس كاساليتا وتاع هدف لصفر لنصور قرطاج التي تريد أن تلتهم هذه النصور النيجيرية. 1-0 للمنتخب التونسي. بداية ولا في الأحلام، بداية الأمان، بداية أجمل أقدام. هذه كرة تونس يا سلام. دقائق لعب، مهم جدا انك تدخل هذه المباراة بكل ثقة. أيمن يا أيمن يا غير مقبول بالمرة، غير مقبول بالمرة. هفوة قاتلة من حارس المنتخب التونسي أيمن البنبولي، يترك الكرة بتايمينج خاطئ، بتقدير زمني خاطئ، والحكم الزامبي في هذه اللحظات يرفض أملاء على كل يتوجه إلى وسط الميدان. هذه الكرة عكسية كانت من العملاق موسى مازو، تردد واضح من أيمن البلبولي يطلب يطالب بلمسة يد. بالفعل ولو حتى لو هنالك، حتى لو ليس هنالك لمسة يد، المفروض الحكم يعطي مخالفة وإنذار لهذا المهاجم العملاق على تدخل أيمن البلبولي.